أرض العز، أرض تحت الشمس، كلها حضارة وعزة وشجر زيتون، وكل اللي عايش فيها مبسوط، والدنيا فيها ألذ حاجة، والضباع برضو كانوا شايفينها ألذ حاجة ونفسهم فيها، وفضلوا مستخبيين في مكان بعيد ما بتشوفوش الشمس، عشان وقتها محدش كان طايقهم. مين هيطيق ضباع؟ ريحتها وحشة وبتاعت مشاكل. فالضباع اجتمعت وراحت لسكار، علشان عارفين إن حلم حياته إنه يحكم أرض العز، وفضلوا يتمسكنوا لسكار ويقولوا له يا سكار دي أرضنا وهم اللي واخدينها مننا. سكار عارف حقيقة إنها لا أرضهم ولا حاجة، بس لقى مصلحته معاها فقرر يساعده، والضباع ابتدت تتسرسب لأرض العز. فالضباع الصغيرة هي اللي راحت الأول، فأهل أرض العزة استقبلوا الضباع الصغيرة وفضلوا يلعبوا معاهم ويساعدوهم ويقدموا لهم أكل وكمان صاحبوهم. تشوف الكلام ده الضباع الكبيرة من بعيد وتطمع أكتر وتدخل الأرض وتهد كل حاجة موجودة، تاخد الأرض من صحابها بكل بجاحة. وبعد ما كانت أرض العزة كلها خضرة وحضارة بقت رماد وحجارة، وأهل الأرض مش هيسيبوها للضباع، دول بيضحكوا في وش المخاطر. جاي بقى الضباع خدت الأرض. يلا نبدأ سلسلة أرض العز ونشوف فلسطين بس من بره المنهج.